سوفتوير السجل العدلي والقسم التجري وتنفيذ الاحكام والقرارات للنواب بوعزة المرامي محا امراغ ومحمد اليسبي عن فريق التجمع الوطني الاحرار. السيد النائب السي بوعزة المرامي تفضل. السيد النائب شكرا. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة والسيد وزير العدل، السيدات والسادة النواب، السيد وزير العدل، يعاني أغلب المواطنين من مسألة تسليمهم لشهادة السجل العدلي متعلقة بالسوابق القضائية من طرف المحاكم الابتدائية، محاكم ابتدائية مسقط الرأس طالب هذه الوثيقة، وبالأخص حينما تكون مقر سكنهم خارج الدائرة القضائية ويسكنون بعيدا بمسافة طويلة. سيد الوزير، لا يخفى عليكم أهمية هذه الوثيقة لإنجاز الوثائق الشخصية الضرورية كجواز السفر أو التوظيف، بالإضافة إلى عدم تصفية عدة أحكام وقرارات في الوقت المناسب، مما يؤخر ترتيب السوابق ويحول دون التنصيص عليها في بطاقة السجل العدلي رقم 3. سيد الوزير، ليس هذا تقصير من المسؤولين المحاكم ولا في وزارتكم، وإنما راجع للنقص الذي تعرفه هذه المصالح من حيث التجهيزات المتطورة مثل الحواسيب وربطها بجميع مصالح السجل العدلي بمحاكم المملكة، حتى تتمكن أي محكمة من المحاكم أن تسلم هذه الوثيقة لطالبها في الوقت المناسب. السيد الوزير المحترم، نسائلكم ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم القيام بها من أجل تطوير المصلحة وتزويدها بالأجهزة المعلوماتية الضرورية؟ شكرا. 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 سيد الوزير، الكلمة لكم. شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، أشكر الإخوان اللي طرحوا هذا السؤال. فعلا هناك مشكل ديال السجل العدلي، والمشكل ناتج على كون السجل العدلي على المستوى المركزي أصبح داخل في المعلوميات، على المستوى المركزي ما عندنا حتى شي مشكل، ولكن الصعوبات عندنا في السجل على المستوى المحلي، وكيخصنا المعلومات اللي كاينه في المستوى المحلي انها تدخل في الالات ديال المعلوميات وفي الحواسيب. هاد المشكل هذا صعيب، لان عندنا تاخير كبير. خصنا جميع المعطيات منذ الاستقلال ندخلوها في على المستوى المحلي، باش يمكننا اذا طلب منا معلومات تكون عندنا جميع المعطيات ونعطيوها كامله، ما نعطيوهاش ناقصه. هاد العمليه هذه كتطلب الوقت وكتطلب الوسائل البشريه والوسائل المالية. إذن في الوزارة كنعتبروا بأن هذا الملف هو من الأسبقيات اللي خصنا نعالجوه، ولكن خصنا نكونوا كنتوفروا على جميع الوسائل القانونية، لأن هناك مشاكل قانونية، مسائل بشرية ووسائل تقنية. وحينما نتوفر على هذه الوسائل سنستطيع تحقيق هذا المشروع اللي مع السيدات والسادة النواب الحق أنه يهم جزء كبير من المواطنين. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب تفضل. أريد أن أشكر السيد وزير العدل على توضيحاته الصريحة والنيرة. السيد الوزير، طموحنا كبير وغيرتنا كبيرة على هذا القطاع الحيوي اللي المتمنيات ديالنا، يعني في هذا الباب أننا نرقوا إلى
تجهيز المحاكم وحتى السجون تكنولوجيا حديثة. الآن التكنولوجيا اللي هي أغزات العالم، ويمكن يعني مدينة بأكملها وبشوارعها وبأزقتها يمكن بواسطة الكاميرات جمعها في غرفة صغيرة ومراقبتها مراقبة دقيقة، وحتى بكاميرات بدون كابل كما يسمونها أو بدون خيوط، يعني يمكن إرسال بدون كابل. السيد الوزير، بغينا وزارة العدل أنها ترقى إلى هاد التكنولوجيا الحديثة وجهز محاكم وجهز السجون بهذه الوسائل اللي يمكن نوصلوا لها بسهولة في عهدكم. شكرا.